لحد ما انا جاوبت. يعطيكم العافية شباب جميعا. هلا انا راح عملت اوردر وجهزته، انا راح اعمل سكان، لطبعة، راح اعمل سكان لرحى رام 36. حطيت الخيار فرام، حطيت الخيار اناتومي كالكوبينج. هلا الفكرة وين؟ انه انا مثلا بدي اعمل سكان بس موجود قبل التحضير طبعا، او موجود سن قبل التحضير، قام الدكتور سن خزف او اي بدله او اي مثلا زرع مع لسه. انا هذول بدي اعملهم سكان اضافي، لانه ما بيكفي انه اعمل سكان واحد بس. بقى عندي، انا عندي هالثلاث خيارات اللي موجودين هون. اول خيار هو انه اعمل سكان للبدله، مثلا اذا في بدله قديمه او جهاز فيتاليوم قديم اعمله سكان. ثاني خيار، هلا في هون خيارين، واحد اسمه دبل بريبريشن واكس اب، والثاني اسمه واكس اب بري بريبريشن. هلا الفكره وين؟ انه اول خيار انا اذا ما بدي اغير محل المثال، اول خيار هون اذا ما بدي غير محل المثال، يعني انا عندي مثلا تاج بنزله على المثال بينزل محله، او جسر قديم بنزله على المثال بحط له هذا الخيار، هذا بفعله. او اذا عندي مثلا طبعه قبل التحضير انا بفعل ثاني خيار، بس انا بفضل هلا انا عندي تاج وبينزل محله، لهيك راح بفعل اول خيار هذا دبل بريبريشن. طبعا طبعا ان سكشن ومعكس، ما عندي معكس، انا راح اعمل له اوكي. طبعا انا عامل له سكان من قبل، بس راح ارجع اعمل له سكان، اسف لمسة الطبعة. طبعا اول شيء بيطلب مني الطبعة، طبعة مع التاج الموجود، التاج القديم يعني. طبعا نظام الترقيم ما بيحط لي اياه هون، انا هاي التاج اللي هون بس بدي اياه انا بهاي المنطقة. نيكست. هذا هو التاج، بس في مناطق ما قدر يقرأ لأنه الخزف ما بيخترق الضوء، كان لازم بخ المثال أنا، بس ما راح بخه. طبعا هون أنا بما إني ما غيرت محل المثال، بس هو تاج حطيته وشلته، أنا راح أعمله دغري سكان. طبعا هو لحاله راح يطابق سكانين لأنه أنا ما غيرت محل المثال. بالخيار الثاني لو حطيت انا الخيار الثاني، هو راح يرجع يعمل لي سكان اضافي لمنطقة معينة، وراح يرجع، راح ارجع طابق انا المثال. مثل ما قلت هون في مناطق ما كتير بيقدر يقراها.
هلا هون نتيجة السكان طبعا. بتشوفوا هون لحاله طابق اوتوماتيك، طبعا المثال القديم مع المثال الجديد. هاي راح اخفي انا هون المثال القديم، هلا اثناء التصميم انا هذا كتير شي بيريحني، لانه في تاج قديم كان. وهي نتيجة السكان جاهزة.